السابعة صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية اجتماعا لمجلس الوزراء. الاجتماع خصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تسمسيلة وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي. عقب افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين، وجه رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر التالية. بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تسمسيلت، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، أمر السيد رئيس الحكومة بعقد اجتماعها الأربعاء المقبل بولاية تسمسيلت ومباشرة تجسيده وترسيمه ميدانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدي الرابط بين تسمسيلة وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات التي تربط ولاية تسمسيلة بالولايات الأخرى. الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولاية تسمسيلة وخميس مليانة بولاية عين الدفلة على مسافة 84 كيلومتراً، وإعادة تهيئته دعم برنامج البناء الريفي بالولاية بما يتناسب مع طبعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات، مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة. بخصوص ورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل التجاري البحري أقول والجوي للبضائع، أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي في جميع المستويات والمسؤوليات. دمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية كنان ميد وكنان شمال كنان نور المتخصصتين في النقل البحري في شركة واحدة، إعادة النظر جذريا في هيكلة سياسة النقل البحري للبضائع على كل المستويات من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر. العمل بكل الوسائل من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية بالتعاون بين سفراء الجزائر في الدول المعنية ومسؤولي قطاع النقل. فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية، ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن. وبشأن النقل الجوي، فقد أمر السيد الرئيس بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية وفق مخطط عصري بمعايير عالمية. تنشيط الملاحة الجوية في مختلف مطارات الوطن باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركية الطيران. التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات في أقرب الأجال في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل في الملف. العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجانيت. توجيهات عامة. شدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية وفق نظرة شاملة وعميقة تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد. التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية. مراعاة خصوصية كل بلدية من حيث الإمكانات ومصادر الدخل. وفي متابعة ميدانية لواقع التنمية بولاية تسمسيلة، وقف التلفزيون عند مشكلة ندرة العقار الموجهة للاستثمار، والذي يعد عائقا لحركة التنمية المحلية بالولاية، حيث تم اعتماد آلية الاقتطاع العقاري كحل أمثل من أجل تحقيق تنمية محلية في مستوى تطلعات المواطنين. يقول هشام سعدودي: تحت إحدى قمم الونشريس تقع بلدية بوقايد،
في منطقة يغلب عليها الطابع الفلاحي والغابي. يطمح سكانها إلى تنمية محلية ومشاريع قطاعية تستجيب لتطلعاتهم. ملعب جواري ما عندناش ملعب بلدي، ما عندناش سكنات استفادت البلدية منذ الاستقلال المحاولي حوالي 60 سكن فقط. كاين سكنات تاع مواطنين تقع داخل الوعاء العقاري الغابي، مازال لحد الان ما عندهمش عقود ملكيه. نحتاج الى ملاعب جواريه، نحتاج الى مدارس، نحتاج الى مساجد. مشاريع تلقى السلطات المحليه صعوبه في تجسيدها بالنظر الى مشكل تخصيص الاوعيه العقاريه التي تعد فلاحيه غابيه في معظمها. نأمل من السلطات العليا للبلاد خاصة في إطار البرنامج التكميلي الخاص لولاية سمسيت الذي بادر به السيد الرئيس الجمهورية، إن شاء الله يتم تمكيننا من هذه الأوعية العقارية من أجل تحقيق وإنجاز كل البرامج والتجهيزات العمومية خاصة مشكل السكن. حال بقايد حال العديد من بلديات ولاية تسمسيلت، والتي يسعى القائمون عليها إلى إيجاد حلول إدارية قطاعية توافقية تسمح بإنجاز مشاريع مختلفة. تعاني ولاية تسمسيلت من نقص في العقار، إن على مستوى العقار الحضري والمستوى العقار الصناعي وعلى مستوى العقار موجه للاستثمارات السياحية وذا الطابع الصناعي. في هذا الإطار يعني المديرية كانت قامت بتجسيد العديد من الدراسات العمرانية والمقدرة 22 دراسة تخص مراجعة المخطط التوجيهي والتهيئة التعمير، وانبثقت عليها يعني توسعات عمرانية. هذه التوسعات العمرانية يعني تبقى مرهونة بالطبيعة العقارية للأراضي، وإن بصفة عامة جل البلديات إن لم أقل معظمها انها تعاني بطبيعه عقاريه ذات املاك عموميه لكن ذات طبيعه فلاحيه. قمنا بتنصيب لجنه ولائيه وقامت بتحضير ملف خاص بعمليه الاقتطاع، وهو جاهز وتم ارساله الى المصالح المعنيه لحل هذا الاشكال بصفه نهائيه. للتذكير هناك بلديات مثلا بلديه بقايد، بلديه الازهريه، لا نستطيع ان نقوم بتوطيد حتى قسم مدرسي. الانشغالات لقت اهتماما كبيرا في مجلس الوزراء، فكان الرد بتوصيات آنية، حيث قرر رئيس الجمهورية دعم برنامج البناء الريفي بالولاية بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية بالتنسيق مع مصالح الغابات، وهو ما سيدفع بالحركة التنموية ويحقق تطلعات المواطنين بالمنطقة. والطريق الوطني رقم 14 الذي يربط العديد من ولايات الجهة الغربية خاصة في شطره الذي يمر بإقليم ولاية تسمسيلت يشهد حالة متدهورة، وهو ما يؤثر على حركة المرور ومختلف المشاريع التنموية والاستثمارية. روبورتاج لهشام سعدودي. معاناة يومية لمستعملي الطريق الوطني رقم 14 المار بإقليم الولاية بسبب الوضعية الكارثية، مقاطع مهترئة متصدعة، قطر ضيق وإنارة منعدمة. يوميا مع هذه الطريق خاسرة بزاف، مكسرة مثنية لتسمسيلة، معاناة الحفر دودانات خاسرة بزاف. نخدم هذا الطريق بزاف، الطريق مكسرة فيها الحوادث مرور بزاف، الضوء ما فيهاش. الطريق هذه لازم له طرد هنايا، خاطر طريق رئيسي كما يقولوا الرابط بين الجزائر العاصمه والغرب الجزائري، وعليها لا شارج بزاف ما كاش، باش تلحق منا الخميس تمشي واحد الساعه ونص وتتبع. ماذا بهم يديروا لنا طريق روتوروت؟ هذه طريق راهي مكسره. مشروع انجاز طريق اجتنابي تكمله للطريق الازدواجي، مشروع يربط المنطقتين العمرانيتين خميسي والعيون، من شأنه تحسين وتسريع حركة المرور وفك الخناق جزئيا. الذي هو في الحقيقة استمرارية لازدواجية الطريق الوطني رقم 14 من تسمسيت إلى خميستي، حيث هذه 12 كيلومتر ستسمح لنا بإنجاز 31 كيلومتر إجمالي على مستوى الطريق الوطني رقم 14 اللي هو مسافته على مستوى مدينة تسمسيت 74 كيلومتر، وبذلك نصل إلى مستوى 40%. طبعا هذا الشيء يبقى لا يكفي. الوضعية الكارثية للطرقات هنا تؤثر سلبا على الحركة التنموية والاقتصادية للولاية، بل يتعدى حدود إقليمها، فتسمسيلت بموقعها الاستراتيجي والمحوري تعد نقطة عبور.
شبكات الطرق هي شريان الحياة ومركز الربط بين محاور مختلف الولايات ونحو العاصمة. هو طريق له بعد استراتيجي وجهوي، كما تعلمون ولاية سمسيل تمر بها مرورا إلى الجزائر العاصمة، تمر بها ولاية تيارت، البيض، النعامة، سعيدة، وبالتالي عند إنجاز هذا الطريق سنقوم بفك العزلة عن عدة ولايات. إنجاز مشروع شبكة الطرقات بولاية تسمسيلت من شأنه الدفع بالتنمية المحلية إلى مستوى أرقى وتفعيل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية في الولاية بل في المنطقة كلها. ولاية تسمسيلت رغم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به حيث تتوسط 7 ولايات كاملة إلا أنها تعاني من العزلة ونقص في البرامج التنموية. ولتدارك هذا العجز خصصت الحكومة برنامجا تكميليا لفائدة ساكنة الولاية. تقول وسيلة بوشار: تسمسيلت ولاية ولدت من رحم التقسيم الإداري لسنة 1984، ومنذ ذلك التاريخ لم تتغير كثيراً ملامح المدينة. موقع الولاية المحوري لم يشفع لها تنموياً، حلقة وصل هي بين الوسط والغرب، إلا أن نقص المنافذ عطل بشكل كبير هذا الدور. وتداركاً منها لهذا العجز، قررت السلطات العمومية اعتماد برنامج تكميلي من شأنه ضمان حياة كريمة للمواطن. لأنه لما نفتح طرقات نوفر مناصب عمل، وبعدها لما نوفر طبعاً مناطق صناعية ومناطق النشاط على كل بلدية ممكن طبعاً تخلق لنا مناصب عمل، تخلق لنا مؤسسات، تخلق لنا حركية، تخلق لنا ديناميكية، إلى جانب طبعا الاستثمارات والتسهيلات اللي موجودة في كل طبعا المنظومات. أحصت السلطات العمومية حوالي 90 مشروعا مجمدا بسبب نقص العقار والتنازع عليه بين الغابات والفلاحة. هناك بعض الولايات اللي عندها الإمكانية أنها تخلق ثروة أو عندها إمكانية أنها جزئيا تقدر تسير الموازنة محليا، لكن هناك بعض الولايات اللي ما فيهاش نشاط مثلا تجاري كبير ليدير ضرائب على الخزينة العمومية، أو فلاحي كبير ليدير أيضا إيرادات للخزينة البلدية ثم إلى يعني الجماعة المحلية بصفة عامة. هناك ولايات عندها طابع فقير جدا طبيعيا وبشريا وحتى من حيث الثروات الطبيعية، لذلك تكون الموازنة تاعها تقريبا أكبر يعني بمثل هذه العملية تكون أكبر من وزارة الولايات الباقية اللي عندها الإمكانية أنها تخلق ثروة وعندها حركية تجارية. إذن أقر رئيس الجمهورية برنامجا تكميليا لفك العزلة على ولاية تسمسيلت على أمل التخلص من الصورة النمطية للولاية المحرومة تنمويا. ومن أجل تطوير قطاع النقل الجوي والبحري للبضائع اعتمد مجلس الوزراء ورقة طريق ناجعة مع التسريع في اقتناء الطائرات الجديدة تدعيما للأسطول الجوي الجزائري. حنان بريو والتفاصيل. النقل الجوي والبحري للبضائع قلب نابض للحركة التجارية النشيطة التي تعرفها الجزائر حاليا. خريطة الطريق الجديدة للجزائر تعيد النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري مع دمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية وكنان شمال المتخصصتين في النقل البحري في شركة واحدة. البيان أكد على ضرورة تسوية تقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية مع إشراك الخبرات الجزائرية المتخصصة في البحرية من الشباب المؤهلين وذوي الخبرة من القدماء لاستحداث شركات تعنى بصيانة السفن. الخطوط الجوية الجزائرية مؤسسة وطنية مهمة تستدعي إعادة النظر في طريقة تسييرها باعتماد مخطط عصري بمعايير عالمية. في عام 2022 الحمد لله كان تحسن في مستوى الشحن، مستويات الشحن الجوي تدفق السلع إلى ومن الجزائر. رانا نتحدث الآن تقريبا حتى في الشهور الثمانية الأولى أو الشهور السبعة الأولى في حوالي زيادة 25% 24.5% بالنسبة لنفس الفترة من السنة السابقة. مع التشديد على إنهاء عملية اقتناء الطائرات في أقرب الأجال باعتباره تجديدا للأسطول الجوي الجزائري.
الرهان الان واللي كانت عبرت عليه الاداره العامه للخضر الجوية الجزائريه انه راهي تعمل من اجل تدعيم اسطول الشحن الجوي من خلال عمليه اقتناء الطائرات الجديده ان شاء الله، من خلال اقتناء الطائرات الجديده كيجيو ان شاء الله يكون كاين او كاين مخطط من اجل تحويل عده طائرات اللي كانت هي في السابق طائرات النقل الركاب، كاين مخطط دير درسو كاين من اجل تحويل هذا عدد معين من الطائرات هذه الى طائرات شحن جوي اللي تقدر توصل الى الاسواق الاسيويه والاسواق الامريكا حتى وبعض اسواق الخليج من خلال عمليات التصدير بشحونات كبيرة جدا. ومع انفراج الأوضاع بعد جائحة كورونا يرجع الوضع إلى ما كان عليه بمعدل الرحلات قبل الكوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجنات. في النشاط البرلماني يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة علنية لعرض والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2022. في مجال التعاون نظمت جمعية الجزائر فرنسا لقاء لبحث تعزيز وتوسيع مجالات التعاون عن طريق بعث ديناميكية جديدة تتماشى وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين وشعبي البلدين. مراسلة للتلفزيون من باريس عفاف بالهشت. إنه الطموح الذي أبدته جمعية فرنسا والجزائر بمناسبة اجتماعها الوطني الذي عقد بالأمس. الفكرة تتمثل في بث ديناميكية جديدة أكثر تماشيا مع تحديات وتطلعات المواطنين وكذا احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. نحن ندافع عن فكرة الاستثمار بين الجزائر وفرنسا بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية في كلا البلدين بالعمل سويا. نهج لقي ترحيب السفير الجزائري في فرنسا الذي دعا إلى إدراجه في إطار نظم الجزائر الجديدة وفي صالح تجسيد الزخم الجديد الذي تشهده العلاقات الفرنسية الجزائرية. وأكد أن الكثير من ذوي الجنسية المزدوجة وجزائريين ممن يؤمنون بالجزائر الجديدة يساهمون في الجمعية ويعملون يدا بيد مع نظرائهم الجزائريين. من جهته دعا ممثل مجلس الشيوخ الفرنسي في هذا اللقاء إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بغض النظر عن الجدل الناجم أحيانا عن النقاشات السياسية المحلية. ألفت النظر وأنوه في قضية العلاقات بين البلدين، ونحن نعمل على حل كل المسائل بما فيها مسألة الذاكرة والهجرة ومواضع أخرى لها علاقة بالجزائر قد يجدها بعض الفرنسيين غامضة ومعقدة. وتعد جمعية فرنسا والجزائر بمضاعفة المبادرات من خلال تعبئة الجاليتين على كلا الجانبين من البحر الأبيض في خدمة برنامج يتماشى وتطلعات الأجيال الجديدة. إلى مجال التتويجات والتكريمات، حيث تسلم تيبا شقاق مدير المدرسة السينمائية الصحراوية بإسبانيا جائزة غونزاليس سبيد أورد 2022 عن فيلم ونيبيك من إنتاج الميغوار برود بالشراكة مع تلفزيون الجزائري لمخرجه رباح سليماني. وتمنح الجائزة سنويا من قبل الأكاديمية الإسبانية للسينما للأعمال السينمائية الملتزمة المساندة للقضايا التحررية والعدالة الاجتماعية نظير جهودها في نقل صوت الشعوب المضطهدة لتذكير الفيلم ونيبيك الذي فاز بالجائزة على هامشه مهرجان سرقسطة كان قد فاز بالجائزة الكبرى بمهرجان الصحراء بالصحراء الغربية شهر أكتوبر الفارط. وفي المغرب تعيش الجبهة الاجتماعية على صفيح الاحتجاجات الملتهب بدعوات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية احتجاجا على سياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه. في ظل إنكار المسؤولين مسؤولين مغاربة وتبرؤهم من اتفاق التطبيع ومسار الصهينة الذي ينتهجه نظام المخزن. سليم حمادي وتفاصيل. سؤالي هو ألا يتعارض ما قمت به كوزير الخارجية وأسألك الآن بشكل في لحظة مكاشفة يجد سعد الدين العثماني رئيس حكومة المخزن السابق قبل أن تقذف به يد مخزنية وبحزبه خارج أسوار البلاط المخزني، يجد نفسه أمام سؤال وجيه من لدن صحفي إحدى القنوات العربية
فعلا تلك اللحظة كانت لحظة مؤلمة وصعبة، ولكن هذا قرار دولة، قرار دولة. بئس عقل أقبح من ذنب، وبئس عثماني أكثر بؤسا من سعد الدين، وكلاهما اجتمع في شخص مسؤول مخزني واحد باع فلسطين بجرة قلم. معاهدة ذل كانت بمثابة قاطرة تطبيع ماجن مجاني بغيض أسقط بلدا بأكمله في قبضة الصهاينة وشذاذ الآفاق. تأكيدنا المستمر على رفض صفقة القرن وعلى رفض أي انتهاكات لسلطات الاحتلال. ها هو نفس العثماني يبدو أنه منفصم الشخصية، بالصورة والصوت يمقت التطبيع ويرافع لفلسطين والأقصى قبل أن تسقط، وبنفس الصورة والصوت ورقة توته أمام الشعب المغربي وشعوب العالم، وبذلك يصبح هذا الدعي حلقة أخرى من حلقات خيانة المخزن. خيانات لا تبدو أنها ستتوقف، وها هي إدارة الفيسبوك تفضح نظام الرباط الذي ما كاد العالم يستفيق من وقع فضيحة نظام بيجاسوس للتجسس، حتى دوت فضيحة أخرى استمرت لست سنوات. إدارة ميتا أو فيسبوك سابقا كشفت عن توقفها ل43 حسابا جديدا على منصة التواصل الاجتماعي كان المخازنية يوظفونها للقيام بحملات تشويه لصحفيين معتقلين على غرار عمر الراضي وسليمان الريسوني. فضائح لا شك أن نظام المخزني يريد من ورائها التغطية على الجبهة الداخلية الملتهبة. رياض الآن. وفي كرة القدم تتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم 2022 الجارية بقطر بإجراء 4 لقاءات، حيث يكون البرنامج على النحو التالي: في المجموعة السابعة تواجه صربيا منتخب الكاميرون، فيما تلتقي سويسرا المنتخب البرازيلي بملعب 974، أما في المجموعة الثامنة تنافس كوريا الجنوبية غانا بملعب المدينة التعليمية، في حين البرتغال وجها لوجه أمام الأوروغواي بملعب لوسيل. بالخبر الرياضة ننهي نشرة اليوم، عيد بكم يتجدد في تمام التاسعة. إلى اللقاء.